السلام عليكم. ذكرت مصادر صحفية أن مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابر أنصاري قام نهاية الأسبوع المنصرم بزيارة خاطفة إلى العاصمة صنعاء دون معرفة الكيفية التي تمت بها هذه الزيارة. المصادر ذاتها قالت بأن أنصاري نقل تعهد حكومته بمواصلة دعمها للانقلاب وتقديم الدعم السياسي والعسكري له، ودعا إلى مواصلة الأسلوب السلبي ذاته في التفاوض إذا ما استؤنفت محادثات السلام. يأتي ذلك فيما أفادت مصادر رفيعة في الحكومة لصحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن بأن الانقلابيين في صنعاء بدأوا بتنفيذ سياسة تصعيد مدروسة بهدف خلط الأوراق وإعاقة التوصل إلى أي حل سياسي في المدى المنظور دون الرفض الصريح للمقترحات المقدمة من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. وعزت تلك المصادر سياسة الانقلابيين إلى تفاهمات وتوجيهات صدرت مؤخرا لهم من طهران لاتخاذ المزيد من الإجراءات أحادية الجانب وتكريس سلطة الأمر الواقع، إلى جانب افتعال مشكلات أخرى كالتصعيد الأخير في باب المندب وتضليل الرأي العام المحلي والدولي خصوصا الإنساني والحقوقي من خلال تحميل التحالف العربي مسؤولية جرائم الانقلابيين بحق اليمنيين بصورة باطلة. عن مخطط الانقلابيين لتعطيل المسار السلمي دون تحمل نتائج هذا التعطيل، وذلك من خلال وضع العراقيل وانتهاج سياسة خلط الأوراق، نخصص حلقة اليوم من المساء اليمني. أرحب بداية بضيفي في الاستوديو أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان. أهلا دكتور. أهلا وسهلا. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام، لكن بعد أن نشاهد بمعيتكم هذا التقرير. تعطلت جهود الحل السلمي أو تكاد، الأمر برمته يعود إلى سياسة يتبناها الانقلابيون بتشجيع من حكومة طهران وتهدف إلى وضع المزيد من العراقيل والتعقيدات في هذا المسار أملا في إنضاج ظروف مواتية لجني ثمار الانقلاب. أشهر الانقلابيون أمام مشاورات الكويت سلاح المجلس السياسي، ويشهرون في مواجهة تحرك المبعوث الأممي والرباعية الدولية المعنية باليمن سلاح حكومة الإنقاذ المزعومة، ويذهبون قدما في خط التصعيد العسكري في مناطق خطرة مثل باب المندب. معلومات صحفية تحدثت عن زيارة خاطفة لا يمكن التحقق من كيفيتها قام بها إلى صنعاء قبل أيام مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابر أنصاري، نقل خلالها بحسب هذه المعلومات تعهد حكومته بمواصلة دعمها للانقلابيين وتقديم الدعم السياسي والعسكري لهم، ودعوتهم إلى مواصلة الأسلوب السلبي ذاته في التفاوض إذا ما استؤنفت المشاورات، خطوات أحادية الجانب ومحاولات حثيثة للإفادة من أوراق لعب عديدة، من بينها محاولة صرف الأنظار عن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الانقلابيون، ومحاولة تحميل التحالف العربي المسؤولية المطلقة عن الانتهاكات التي تجري في البلاد، خطوات تجد ما يسندها في تحرك بعض المسؤولين الأمميين الذين لا يمكن التأكد من نواياهم حيال تقييم ما يجري في اليمن. مساعد أمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفان براين أحد هؤلاء المسؤولين حين وضع على رأس أولويات زيارته إلى ميناء الحديدة إعادة تمكين الانقلابيين في هذا الميناء. مؤشرات عديدة على عدم جدية الانقلابيين في الحل، كما كان موقفهم على الدوام وعلى نحو يجعل من الحسم العسكري خيارا لا بد منه لإنقاذ اليمن من مخطط التفكيك والفرز الطائفي الذي يحرق المنطقة بعود الثقاب الإيراني ذاته. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام والترحيب بضيفي هنا الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، هناك الآن تحرك للمبعوث الأممي لفرض هدنة جديدة واستئناف المشاورات في ظل معلومات ما يجري الآن في مسقط ورسم خارطة لحل شامل من قبل المبعوث الأممي. باعتقادك مع تصعيدات الحوثيين أو تصعيداتهم المستمرة، ما مدى نجاح هذه المساعي؟ لا أعتقد أن نتحدث إحنا عن نجاحات، لأن ولد الشيخ قد تنقل بين جنيف وبييل والكويت، ويعني ما يضعه من أجندة للتسوية لا تختلف تماما عن توجهات الدول الراعية التي لها مصالح استراتيجية في كيفية هندسة السلام أو هندسة التسوية، وليس السلام، السلام له شروط أخرى. ومن هنا ستلاحظ أن هناك إجراءات أحادية قد تمت، إعلان مجلس سياسي أعلى والوفد المفاوض في الكويت، هناك أيضا
يعني تعيين أو تكليف بن حبتور لرئاسة حكومة، وهذا تصرف أحادي. هناك تهديد للملاحة للتحركات الملاحة البحرية ولتحركات السفن في البحر الأحمر، وهناك أيضا صحيح هناك تنديد، ولكن ينبغي أن نفهم يعني استراتيجية الدول كيف تنعكس بعيدا عن المرجعيات الدولية. هناك يعني من منظور علم الاجتماع أتحدث، هناك ما يحدث في اليمن لابد من بقاء الوضع اليمني رخوا لفترة حتى يتم تأصيل الحوثيين كطرف أساسي في الحقل السياسي اليمني. هذه الحلول التي يضعها الغرب، لأنه يريد بقاء المنطقة العربية متوترة وغير مستقرة في يعني حتى سوريا فيما بعد سيتم أيضا هندستها بشاكلة جماعات غير مستقرة، يعني تعيد علاقتها مع بعض برعاية خارجية وليس عبر دستور وقوانين وبناء دولة، كما هو الحال أيضا الآن. ما زال الوضع رخو في العراق وسيستمر، لأن هناك مشروع تهجير للسنة، هناك أيضا يعني ما يسمى إملاء الذاكرة الوطنية بالجراحات والثارات ليكون هناك حقل متوتر مملوء ولديه نزوع للمواجهة. في اليمن نحن ما زال التوجه الغربي مع بقاء هذه المرحلة رخوة، لن يضغط شديدا نحو الذهاب للتسوية، لأنه ما زال يريد تأصيل الحوثيين، وتأصيل الحوثيين بحاجة إلى أن يكونوا طرف قوي، أو أنه يعني سيضغط باتجاه تسوية تتيح هذا التأصيل. ليس هي سيذهب، هو التوجه الدولي واضح ومحدد، هو يريد المحافظة على الحوثيين كطرف من أطراف الحقل السياسي، استمرار المخلوع صالح يعني بشكل بكل هيئته العسكرية والأمنية، إضافة كمنظومة فساد، حتى منظومة الفساد هناك توجه لبقائها، لأن تلاحظ ما حدث في العراق من استنزاف الموارد من خلال منظومة الفساد، هم أيضا يريدون بقاء وضع الذي هناك منظومة فساد موجودة حتى يتم التدخل وإدارة الخارجي واستنزاف البلد وجعلها دائما تحت الحاجة. السلطة الشرعية يريدها طرف من الأطراف، بل أضعف طرف. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن الحوثيين أصبحوا طرفا أصيلا والطرف الأقوى من حيث الميليشيات. هناك أيضا لأن هذا يرتبط أيضا بالتوجه الغربي لإيران، هم يريدون استنبات إيران وجعلها لاعبا إقليميا. هذا اللاعب الإقليمي الإيراني ينبغي أن يكون قويا ومسلح، بحيث دول الخليج ترتبك ويتحول اهتمامها من إسرائيل إلى إيران، وإيران الآن أصبح لها أذرع وتلعب في المنطقة العربية، حيث أن الآن أي العراق أصبحت مجال إيراني أكثر منه مجالا عربيا. هناك حزب الله في لبنان، ونحن نشاهد تعطيل انتخاب الرئيس ومرتبط بسوريا. هناك لا تلعب دورا رئيسيا بالتحالف مع روسيا في سوريا. هي اليمن بالنسبة لها أساسية وستميت من أجل دعم الحوثيين، ليس للحوثيين فقط، يعني اليمن تعتبر بالنسبة لليمن يعني للإيران هي مجال تاريخي حتى لوجودها الفارسي في الزمن، وهي تعود إلى مواقعها الجغرافية في أيام فارس وليس فقط في بعد هذا التوجه ولاية الفقيه. طيب هذه المساحة دكتور، هذه المساحة لإيران الموجودة بداخل هذه المنطقة، بنظرة واقعية لربما تعطينا إياها، ما مدى هذه المساحة؟ ما حجم هذه المساحة المتاحة من قبل الدول الكبرى والمنظومة الدولية لإيران للعب شرطي المنطقة لتنفيذ أجندة تمثل السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة نحو الشرق الأوسط؟ أولا دعني أكشف شيء، كثير من النقاد يوجهون نقد شديد للرئيس أوباما لكونه لم يتدخل ولكونه أضعف الولايات المتحدة ولم تقوم بدورها. هذا الدور الذي يقوم به أوباما هو استراتيجي، والمطلوب هو بقاء التدخل الأمريكي بوسط القوة الناعمة عن طريق التدخل لمكافحة الإرهاب، عن طريق عدم الاعتراف بوجود قوات في الميدان، بقاء الجماعات متصارحة وتقوية بعض يعني دعم بعض الجماعات تلعب دورا واستنباتها في المنطقة كما هو حال الأكراد كما هو حال بعض القوى في المنطقة. بالتالي إيران هناك تنسيق
كامل، وهم يعرفون أن إيران تدرك الاستراتيجية الغربية ولديها ما يسمى بالعقل البراغماتي المصلحي، بمعنى أنها ليست لديها مبادئ، لديها مصالح استراتيجية تكيفها. هنا الغرب يريد استنزاف المنطقة العربية من خلال أن سيكون هناك اتفاقيات دفاع مشتركة بعد هذه الفترة. الآن هناك توجه أن هناك الأمريكا يعني تتوجه للسعودية، هناك كثير من الاستهداف، هذا المرحلة الحالية حتى يتم يعني إدخال ارتباك في المشهد. لكن بعد تثبيت الواقع المرتبك، بعد بقاء الحقول رخوة، بعد إيجاد ما يسمى الكيانات التابعة لإيران، ستبدأ هناك توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع دول الخليج على انفراد. سيتم هناك استدعاء قواعد عسكرية لتوفير الحماية البحرية، ستأتي كثير من الأساطيل العسكرية للمنطقة. نحن أمام، لأن لو رجعنا إلى دراسة لباحث استراتيجي أمريكي تحدث عام 1990، الآن لا أتذكر اسمه جيدا، ولكن المرجع هذا أساسي ربما تذكره أثناء الحديث، نصح الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أنه قال نحن انتصرنا في الحرب الباردة يعني على المستوى السياسي، لكن اقتصاديا خسرنا. بالتالي أن إذا لم تعود الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية إلى منطقة الشرق الأوسط وجودا ماديا، فاننا سنخسر ولم ننتصر فيها في الموجود. لذلك كانت هناك كل المرجعيات والخبراء ينصحون ويعددون خطه لعوده الدول الغربيه والولايات المتحده بشكل عن طريق الجيش وعن طريق هذه العوده كيف ستنعكس على اليمن؟ اليمن جزء من المنطقه، وايران تستهدف المملكه العربيه السعوديه، لان بقاء الوضع اليمني رخوا سيجعل من بالفعل إيران يعني تحكم أربع يعني دول عربية، لبنان وسوريا والعراق واليمن، وبالتالي سينتقل هذا إلى المنطقة الشرقية بتأسيس كيان في المملكة العربية السعودية تمهيدا إلى تبديد موارد العربية السعودية. وأيضا بقاء الوضع اليمني متوتر، بمعنى أن إذا الآن تم التسوية حقيقية، بمعنى الحوثيين سيذهبون للمحاكمات، سيتم نزع السلاح، سيتم الانسحاب من المدن، رغم أنهم يعني قد قاموا بتعيين 100,000 موظف في المؤسسة الأمنية والعسكرية، بحيث أنه أصبح هناك كيان موازي. وهنا لابد أن نركز على هذا الكلام، كيان موازي تماما كما هو الحال في تركيا مع فتح الله جولان، لكن بشكل يعني آخر. بمعنى أن هناك كيان عندما تأتي السلطة الشرعية إلى صنعاء، سيتم هناك بداخل الأمن القومي كيان كامل يتبع الحوثيين، هناك في القوات المسلحة كيان، في المؤسسات المدنية كيان، بالتالي أي انسحاب من المدن لا معنى له. طيب هذه ربما تأتي في سياسة خلط الأوراق على المدى حتى المستقبلي. في هذه النقطة تحديدا دعنا نشك في النقاش الناشط السياسي الأستاذ باسم الحكيمي، معنا عبد الهاتف من جدة. مساء الخير أستاذ باسم. مساء النور بك وبضيفك الكريم ومشاهدين الكرام. أستاذ باسم، إذا ما تحدثنا عن التحركات السياسية الأخيرة، جهود ولد الشيخ وكذلك جهود أو ما يجري في عمان بشكل عام، هناك نقطة يتحدث عنها الكثيرين، أن الحوثيين يحاولوا خلط الأوراق ليس في الحاضر فقط بل وبالمستقبل. ما نظرتك وتحليلك لهذا الأمر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هناك حراك دبلوماسي سياسي يقوم به المبعوث الأممي ولد الشيخ، التقى قبل يومين بالرئيس هادي، ثم طار إلى بعد ذلك إلى مسقط للإتقاد وفد ماليشيا الحوثي لمحاولة إقناعهم للانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية. لكن أنا في اعتقادي أن هو لا تزال كبيرة جدا، الملعب السياسي لم يسوى بعد، ماليشيا الحوثي لا تزال ترفض الأسس والمرجعيات التي يمكن أن يبنى عليها السلام الحقيقي، وهي المبادرة الخليجية والرسالة التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2016. كان هناك تصريحات قبل يومين للقيادي في الحركة الحوثية صالح الصناد، وكذلك صالح المخروط صالح في خطابه قبل في ذكرى ثورة 29 سبتمبر قالوا بشكل واضح وصريح أنه تم دفن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2016. وبالتالي مثل هكذا تصريحات هي مؤشر وترمومتر على أن إمكانية التوصل لحلول سياسية دبلوماسية حقيقية تفضي إلى سلام حقيقي غير وازية في ظل هذه المعطيات وفي ظل هذه المؤشرات. واضح جدا أن التراخي والفتور من قبل الأطراف الدولية وخصوصا الموقف الأمريكي تجاه ماليشيات الحوثي قد ساعد هذه الماليشيات على أن ترفع مطالبها وعلى أن لا تدخل في عملية سلام حقيقي. الأمريكيان لديهم استراتيجية واضحة في المنطقة، يسعون إلى فترة المنطقة
من خلال استدعاء ثنائية السنة والشيعة وإبقاء الحوثي طرف حقيقي فاعل ومؤثر حتى يستخدم كأداة للتحرش بالمملكة العربية السعودية وبالخليج العربي. كان فحوى الاتفاق الأمريكي النووي بين واشنطن وبين إيران هو أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم مقابل السماح لها من قبل أمريكا بتخصيب نفوذها في اليمن، وذلك من خلال دعم الأذرع الشيعية في المنطقة والإبقاء على أذرع شيعية تستخدم للتحرش بالمملكة العربية السعودية وبالخليج العربي. والحوثيين هم أحد هذه الأذرع الشيعية التي تستخدم للتحرش الآن. طيب. والاستراتيجية الأمريكية واضحة في هذا الاتجاه، يريدون أن يبقى كحزب الله، يريدون ضاحية غربية ضاحية جنوبية وفي الجراف، يريدون أن يبقى الحق في هذه النقطة يا أستاذ باسل، وحتى يستطيعوا أن يلعبوا على التوازنات، وحتى يستطيعوا أن يبقوا على الصراعات، وحتى يريدوا أن يبقى الحوثي كطرف فاعل ومؤثر موازي لكيان الدولة حتى يمنع ظهور مشروع الدولة، وحتى يستخدم كذلك أداة كما ذكرت للتحرش بالمملكة العربية السعودية وبالخليج العربي. طيب الاستراتيجية واضحة جدا أصبحت. أستاذ باسم، في هذه أو في هذا النطاق أو السياق، كانت هناك زيارة غير معلنة لمساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أنصاري قام بها نهاية الأسبوع المنصرم بحسب مصادر صحفية. هذه الزيارة هل تأتي في هذا السياق الذي تحدثت عنه؟ زيارة قصدك إلى الولايات المتحدة؟ لا، زيارة حسين جابر أنصاري إلى العاصمة صنعاء. تحدثت مصادر صحفية عن زيارة لمساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابر أنصاري. نعم طبعا ضمن هذا، ضمن الآن لا أحد أصبحت إيران هي الحليف الاستراتيجي لميليشيات الحوثي، تتلقى ميليشيات الحوثي الدعم بالأسلحة والخبرات الفنية واللوجستية من قبل إيران. السفينة الإماراتية التي ضربت في مضيق باب المندب كانت عن طريق يعني توجيه واستشارات وخبرات إيرانية محض ميليشيات الحوثي، والحرس حتى الحرس الجمهوري التابع للمخلوق صالح لا يمتلك هذه التقنيات العالية لاستهداف السفن البحرية. لكن واضح جدا أن إيران أصبحت تتحرك من هذا الإطار، لديها ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة دعم ميليشيات الحوثي ويبقاها طرف قوي وفاعل. الآن سأكون واضح وصريح جدا، ما الذي يوقف العمليات العسكرية؟ العمليات العسكرية على مشارف صنعاء، هناك من يوقف العمليات العسكرية والحسم العسكري في اليمن هو قرار سياسي، هناك ضغوط حقيقية تمارس من المجتمع الدولي على المملكة العربية السعودية وعلى الشرعية اليمنية للانخراط في عملية تفاوضية ودون الحديث عن فكرة الحسم العسكري. الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة أوباما غير متحمسة لفكرة الحسم العسكري لأنها تنفرج من استراتيجية واضحة في إدارة المشهد في المنطقة وإبقاء الصراعات واللعب على التوازنات، وبالتالي هذا المشهد الآن التحالف العربي الآن والشرعية اليمنية ربما ينظرون إلى أن يتم تغيير الإدارة الأمريكية والدفع بإدارة جديدة لها استراتيجية جديدة في التعامل مع أزمات المنطقة. أما الإدارة الحالية الآن لها سياسة واضحة في إبقاء الصراعات وفي اللعب على التناقضات وفي فحص دعم إيران، لأنه كانت إيران لم توقع على الاتفاق النووي إلا بعد أن حصلت على ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستغض الطرف عن دعمها لميليشيات الشيعية في المنطقة وعن إبقاء الصراع في المنطقة. المرحلة خطيرة جدا إذا كانت إيران استطاعت أن تلتهم 4 عواصم عربية في ظل حصار اقتصادي كان مفروض عليها. الآن وبعد توقيع الاتفاق النووي والإفراج عن مليارات الريالات إلى إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أكثر ديناميكية وأكثر حركية وستدعم أذرعها الشيعية. طيب في هذه النقطة للمشروع العربي، في هذه النقطة أستاذ باسم، قبل قليل قال دكتور عبد الباقي الشمساء أن هناك انحراف في استراتيجيات الدول عن الاتفاقات الدولية، هذا الأمر كيف سينعكس على المسار السياسي اليمني من خلال ما تقوم به إيران من يعني تعطيل للمسار بتعنت أو بدفعها للميليشيا للتعنت أكثر، وكذلك من خلال ضبابية الأسلوب الأمريكي والأسلوب الدول العظمى في التعاطي مع الملف اليمني؟ المنطقة كلها تتعرض لزلزال حقيقي، هناك تغيير خارطة التحالفات لم تستقر بعض في المنطقة، الميزان القوى لم يستقر بعض، المنطقة تتعرض لزلزال بشكل كبير جدا، المواقف الدولية تتغير بشكل دراماتيكي وبشكل متسارع جدا، يعني الأزمة السورية ترابط الملفات مع بعضها وتداخلها أفرز هذا الواقع المعقد. لذلك نحن كنا نتكلم من وقت سابق أن ضرورة سرعة حسم المعركة في اليمن حتى لا تتداخل الملفات وحتى لا يتم تدويل الملف اليمني ويصبح كأداة
للمفاوضات في الملفات الإقليمية المشتعلة في اليمن. الآن الموقف، أنا في اعتقادي الموقف الروسي أكثر وضوحا من الموقف الأمريكي. الموقف الروسي فقط يستخدم يزايد في الملف اليمني لينتزع استحقاقات ومكاسب سياسية فيما يخص الملف السوري، لكن موقفهم بالنسبة لشرعية الرئيس هذه ودعم القرارات الدولية واضح جدا، حتى وإن أبدى تحفظ في بعض القرارات وإن وفي خصوصا البيان الأخير أنه لم يوافق على الضربين، لكن في المجمل العام الموقف الروسي أكثر وضوحا من الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي يتحدث عن موضوع، يتحدث عن الدعم الشرعية، لكن بالمقابل يدعم ميليشيات الحوثي ويرفض فكرة الحسم العسكري، يريدون أن يبقى الحوثي كطرف قوي وفاعل جدا. وأنا أقول أن الحل في اليمن لن يكون سياسيا. سأقول لك لماذا لن يكون سياسيا. ميليشيات الحوثي قرفت الحياة السياسية والاجتماعية، غيرت الخارطة المدنية والخارطة العسكرية، بقيت بأكثر من 100,000 من مقاتليها في وزارة الدفاع، وبالتالي حتى وإن كانت هناك تسوية سياسية وإن سحبت الميليشيات سيبقى الحوثي طرف فاعل ومؤثر، يمتلك أدوات القوة ويمتلك نظام المبادرة في المؤسسة العسكرية. لذلك لا بد أن يكون الحسم العسكري وتتم عملية عسكرية تقضي على هذا المشروع على المستوى العسكري، ثم إذا كان هناك تسوية سياسية تكون بميزان قوة مختلف لصالح الشرعية اليمنية، وبعد أن يتم تقليل أظافر ميليشيات الحوثي. أما الحديث عن تسوية سياسية والإبقاء الحقل السياسي رخو وبقاء الحوثي طرف فاعل ومؤثر من الناحية العسكرية، هذا يعني تلغيم المستقبل، وهذا يعني بقاء حزب الله على الحوثي على شكلة حزب الله في الضاحية الجنوبية في 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 في, في الجراف. أشكرك الناشط السياسي أستاذ باسم الحكيمي، كنت معنا عبر الهاتف من جدة. دكتور، هناك عراقيل تطرح في مسار الحل العادل والأكثر جدوى بالنسبة اليمنيين في اليمن، سواء من قبل الحوثيين أو الانقلابيين بشكل عام أو من قبل الدول الكبرى والفاعلين الدوليين. هذه العراقيل ما هي الاستراتيجية المناسبة في تقديرك لمواجهتها؟ أولا هناك طبعا توجه دولي كما قلت لك في السابق، ودعني هنا أن أعطي مقاربة شاملة لبقاء الحقول بهذا الشكل. هناك مقاربة لاستنبات هؤلاء، هذه معروف. إيران تدعم بشكل واضح ولسنا بحاجة إلى دليل. هناك تهديد لمنطقة الخليج وهذا واضح، لكن هم ركزوا منذ البداية على عاملين اثنين. العامل الأول يعني هم يسيطرون على كان هنا، والمؤامرة الغربية كانت ببقاء البنك المركزي تحت سلطة الحوثيين، وكانت هذا العنصر كان خطير على مستوى الاعتراف، مش ضمنا الاعتراف واقعيا بالسلطة الحوثية والانقلابيين كسلطة توزع مرتبات إلى آخره. هذا كان عنصر تزويد الانقلابيين بموارد البقاء، والانقلابيين هذا العنصر مهم سنتحدث عليه الآن في الخطة الاستراتيجية. اثنين، كان هناك عملية إحداث تدهور معيشي للمواطنين، وهذا التدهور المعيشي يشكل ضغط من قبل المجتمع الدولي على السلطة الشرعية للذهاب للتسوية مع دول التحالف بأي شكل، أن هناك تدهور حل معيشي. وأنظر زيارة الممثل الأمم المتحدة إلى مناطق الجغرافية الانقلابية، وبالتالي يعني يشاهد الضربات للطيران ولا يعني هذه هناك موقف غير غامض وغير واضح ويخدم مصالح دول كبرى، بينما كان من المفترض يزور مدينة تعز يزور عدن يشوف ما الذي حدثه للانقلابيين. العنصر الثالث المهم أيضا حصار المدن، أيضا لعب دور كبير في إيجاد ما يسمى انتهاكات للمدن وإنهاكها. إذن السلطة الشرعية كان لدينا لا خيار أمامها ودول التحالف. حتى الآن إذا استمرت السلطة الشرعية بهذا الشكل الغائب عن الاستراتيجية، فإننا سنذهب كما يخطط لنا الغرب وكما يخطط لنا المجتمع الدولي بإيجاد تسوية هشة. هذه التسوية الهشة ستقودنا إلى احتراب وإلى معارك وربما إلى نهاية إلى صوملة اليمن. لذلك قلنا بوضوح في أكثر من حلقة أن أنت لديك صراع على إدارة الحياة اليومية، لأن هناك سلطة موجودة في الجغرافيا. ما الذي عليك أن تفعل؟ لديك استراتيجية واضحة. الحديث عن مشاورات وعن ذهاب إلى الكويت وعن هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج يعني خطاب يتحدث عن السلام، يذهب إلى السلام، لكن بهدف امتصاص الضغط الدولي، بهدف وبالتالي يتوازى مع هذا بتوظيف معين. توظيف معين يتوازى مع ذلك يعني إعداد ملفات حقوق إنسان وملفات إعلامية تعمل على تعرية الانقلابين وإحراج الدول الراعية لمواقفها مع الحوثيين. بالتالي هذا العنصر لم نشاهده حتى الآن. كم نسبة تحقيق على الأرض إلى الآن؟ حتى الآن ضعيف للغاية. الآن بدنا نشعر عن خطاب الرئيس يدعو إلى 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 المشاورات ويدعو إلى السلام، ولكن هناك عملية عسكرية. إلا هناك توقف العمليات غير مبرر. اثنين، استعادة الحكومة إلى عدن
كان المفترض أن تعود في وقت مبكر، والآن عادت وهذا إيجابي. وقلنا في نفس الاستوديو العودة ليست عودة أشخاص، عودة برامج، عودة مشاريع تدير حياة يومية. لا تأتي هذه السلطة إلى فضاء. هناك يعني صراع بين السلطة المحلية والحكومة، هناك ما يسمى نزعة من السلطة المحلية رافضة لعودة هذه الحكومة. ولاحظ الآن المظاهرات والانتفاضات، يعني عندما عبت الحكومة لإدارة الحياة هناك من يعمل على إحداث مظاهرات، بينما كان في وضعية رديئة ومنتهك حقوقه أثناء وجود الحوثيين والفترة السابقة. عندما عابت الحكومة ليس لديها عصا سحرية، ولكن عليها أن تعود لإدارة الحياة اليومية. قلنا عندما عودت الحكومة لابد أن يصاحبها توحيد الجماعات العسكرية وزيها، لا يوجد زي عسكري خارج الزي الرسمي للجمهورية اليمنية، وبالتالي خضاع القيادات العسكرية كاملة. لا نتحدث عن قوة نخبة حضرمية ولا عن حزام أمني ولا عن جيش يعني يتبع السلطة، لدينا قائد عسكري، سلطة متسلسلة. الفعل المقاوم عليه أن ينخرط بداخل هذه السلطة، داخل السلطة العسكرية التي تملك القوة، وتخضع أفعاله للفعل العمليات العسكرية، هدف وطنية. بالتالي هنا عدن ينبغي أن تكون عاصمة لكل اليمنيين. بالتالي لا تعود الحكومة منفردة، عليها أن تعود جزء من السلطة الشرعية المتموضع مع السلطة، يقوم الرئيس بتعيين سلطة قضائية، تعود الأحزاب السياسية، المجتمع المدني يمارس مهام. وهذا ماذا سيخلق؟ سيخلق نشاط سياسي، إعابة الأحزاب تعمل، سيعيد مجموعة كبيرة من اليمنيين للداخل، سيحدث نوع من حراك في الدورة الاقتصادية، إملاء الفراغات الأمنية. عفواً أنا أول نسيت، قلت العنصر تدهور الأحوال المعيشية والفراغات الأمنية، لأن ستلاحظ العمليات مدروسة ومزمنة أن السلطة غير قادرة على الحماية، وبالتالي أنت لديك محاولات إفشال نموذج المدن المحررة والتقدم. بالتالي أنت لديك تدهور الأحوال المعيشية. ماذا يتطلب؟ يتطلب إيجاد تدخل مركز الملك سلمان، لكن بإيجاد مناطق آمنة، دعم الدائم، معرفة الاحتياجات، خريطة الاحتياجات في الجمهورية اليمنية عن طريق مركز في الداخل، الفراغات الأمنية، سرعة إفعال المؤسسة الأمنية وإملاء الفراغ الأمني وإثبات أن المنطقة آمنة وقادرة، إدارة الحياة اليومية من خلال تفعيل البنك المركزي. وأعتقد أن البنك المركزي يتوجب على السلطة من الآن تفكر أن يبقى بشكل دائم في عدن كعاصمة اقتصادية مثل الدول الفيدرالية، وحتى قيادة الجيش ينبغي أن تنتقل لحضرموت بشكل دائم، ليس بالضرورة أن يكون كل شيء في صنعاء. كل شيء في صنعاء، يعني قيادة الجيش اليمني تكون في حضرموت أو في مدينة أخرى، البنك المركزي عليه أن يبقى بشكل دائم. ثانيا علينا تهيئة مدينة عدن لتكون عاصمة بديلة لمدة على الأقل 5 سنوات حتى يتم تهيئة صنعاء كعاصمة دائمة. بالتالي عدن حتى الآن لم يتم تهيئتها. نحن الآن نتحدث عن وزراء كأشخاص، لا نتحدث عن فرق عمل. واثنين، أنت بحاجة إلى خطط تنموية آنية ومتوسطة وبعيدة المدى، بالتالي أين هذه المشاريع؟ أنت بحاجة أيضا إلى ما يسمى يعني خلق تراتبية في السلطة، يعني رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية داخل عدن بما يجعل. نحن بحاجة إلى عملية استراتيجية واضحة تجعل من الفعل العسكري والعملياتي يستمر بموازاة التحرك السياسي، لا يتوازي ذلك عمل ملف الإعلامي، الملف الحقوقي، الملف العسكري. بالتالي هنا أنت لا تستعيد جغرافيا، أن تستعيد إدارة مؤسسات وإدارة حياة يومية المواطنين. الصراع بينك وبين الإنقلابيين ليس باستعادة قطعة جغرافية، الصراع معهم كيف ندير الحياة اليومية، والسلطة تمارس سيادة القانون. هذا لا يتم إلا بتوحيد المزاج الشعبي اليمني. أين أي توحيد المزاج الشعبي؟ أين كل هذه؟ نحن الآن بلا استراتيجية. حتى الآن تعيينات الرئيس، تعيينات كلها محبطة للجماهير، هناك تعيينات متقطعة، لا توجد استراتيجية واضحة. لا نسمع عن وزارة التعاون الدولي والتخطيط، لا نسمع عن ملف إعلامي بدأ يعمل بشكل مكثف وبلغات مختلفة، لا توجد إذاعة مركزية للعاصمة صنعاء. نحن أمام نواقص، وبالتالي المجتمع الغربي يخطط، هناك تهديد، وأنت بطيء وأدائك متدني، والاستراتيجية دولية وإقليمية، وأنت تلعب بشكل متقطع وبنخب أعتقد أنها إكسباير، يعني انتهت صلاحيتها. طيب دكتور، سنكمل الحديث في حلقة اليوم، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نستكمل الحديث في حلقة اليوم، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. قبل أن تبدأ الحلقة بربما ساعة، نشر فهد كفاين وزير الثروة السمكية على صفحتي على الفيسبوك أن هناك سفن إيرانية توغلت في المياه اليمنية للمرة الثانية خلال أشهر،
وبطريقة استفزازية اقتربت سفينتا من جزيرة عبد الكوري وسمحة بأقل من 5 أميال، مما يعني أنها داخل المرافق البحرية جنوب غرب أرخبيل سقطرة في اعتداء صارخ على المياه الإقليمية الإيرانية. ذكر معالي الوزير أنه سبق للسفن الإيرانية ممارسة هذا الاعتداء، آخر اعتداء مشابه كان قبل 6 أشهر، توغلت 7 سفن إيرانية كان عليها 107 من العمال الإيرانيين بالقرب من جزيرة سقطرة. إذن هذا التحذير وهذه الممارسات والتحركات الإيرانية تأتي ربما في سياق ما يجري في المنطقة من تحركات، وفي سياق ما قام به الحوثيون في ضرب السفينة الإماراتية. هذا الأمر كيف يجب أن يواجه سياسيا في المحافل الدولية؟ أعتقد أن كما تعلم أنه أصبح الآن الحقل السياسي اليمني ليس حقلا يمنيا صرف، نحن أمام صراع إقليمي ودولي في المنطقة، وبالتالي هناك يعني مناورات بحرية للسعودية، هناك كانت مناورات إيرانية سابقة، وبالتالي الآن هنا نوع من يعني استعراض وتبيان القوى لإيران وتحركها في البحر لإيجاد منفذ لها، وتقديم أيضا دعم الانقلابيين من حيث يعني إعطاهم روح معنوية عالية بأنهم موجودين ويهددون، وبالتالي نحن نعلم أن هذه أيضا عملية استعراضية كمان، لأن أيضا إيران تحسبها جيدا، ولكن هي مستعدة أن تقدم الكثير، لأن كما تعلم الهدف ليس اليمن الآن، الهدف الآن المملكة العربية السعودية، وهذا هدف إيران الأساس. طيب بالتالي كان رد المملكة العربية والتحالف رد المملكة العربية لا هناك مساويا القرار الدولي، القرار مجلس الأمن يعطي صلاحيات لدول التحالف يعني بفحص السفن وبمراقبة السفن وإلى آخره، وبالتالي الدول التحالف عليها أن تعزز مواقفها بالمرجعيات الدولية، وعليها أن كمان يعني نحن الآن في مرحلة صعبة، وبالتالي أعتقد أن العربية السعودية عليها أن تكشف ذلك للمجتمع الخارجي، وأعتقد أن هذا أيضا يخدم الغرب، لأن كما تعلم دخول السفن الإيرانية أيضا يمكن يكون بالتنسيق مع الدول الغربية، لأن هناك أيضا سفن أمريكية لجعل منطقة البحر الأحمر منطقة دولية، وسيكون بتدخل الدولي كما هو الآن داعش، وما داعش هذا داعش هو شماعة لانتهاك سياسة الدول. بالتالي عندما كنا نسمع في الصومال أن هناك مجموعة من القراصنة استولوا على يخت، نحن لم نشاهد اليخت، لم نشاهد وليس هناك صور، ولكن السفن الأمريكية والقوات الأمريكية تتدخل وتسيطر على المنطقة تحت أن هناك قرصنة، نحن لم نشاهد القرصنة. بالتالي الآن هذه العمليات تدعو الأمريكان وتدعو الدول الغربية لحماية مصالحها، وبالتالي سيكون المنطقة مضطربة، مما يدفع نحو تسوية ما، نحو ضبط العلاقة، وبالتالي الحوثي كما قلنا إيران والحوثيين حققوا الهدف، أقولها بوضوح وأرجو التركيز بها، حققوا الهدف، لأن الآن حزب الله اليمني بضاحيته الشمالية الجراف وبضاحيته الجنوبية في منطقة تم كيان موازي، وهذا أخطر من حزب الله، لأنه في حزب الله هناك تعيينات حسب يعني المكونات، يعني هناك نسبة المارونيين للكاثوليك للسنة للشيعة، فلا يمكن تجاوزها، هذا يمكن معرفته ومراقبته، بالتالي أنا أعرف أنه رئيس الحكومة سني، رئيس البرلمان شيعي، رئيس الجمهورية ماروني، وكيل الوزارة الفلانية يعني ينتمي إلى هكذا وينتمي، لكن عندما يكون لديك كيان موازي هذا أخطر كيان موازي في المخابرات. لذا دعني أكمل فكرة لو سمحت بس بعجلة دكتور بعجلة. إذن نحن أمام يعني منطقة أمام مخطط إقليمي ودولي، وأنت يا سلطة شرعية دول التحالف لا توجد لديك استراتيجية، وعمليتك عملية سلحفاة، يعني لا تقوم بعملية عسكرية واسعة وسريعة لاستعادة الجغرافية، لا توجد لديك رؤية واضحة، بالتالي كلما تأخرنا في الحسم العسكري، ونحن ندرك والسلطة تدرك ودول التحالف تدرك أن لا مجال للمشاورات، هناك ضغوط دولية على المشاورات، لأن ملف اليمن، هناك في سوريا هناك ضربات مربوطة باليمن، هناك مقايضات بين الأسد وصنعاء، هناك لآخره. طيب دكتور، للتركيز حول نقطة التغلغل الحوثيين في أو إنشائهم للكيانات الموازية بداخل جسد الدولة، ينضم إلينا الكاتب الصحفي همدان العلي، وهو أحد الكتاب الصحفيين الذين يركزون كثيرا في كتاباتهم على هذا الموضوع. مساء الخير سيد همدان. مساء النور، أنا لم أستمع إلا للجزء الأخير من كلامك. أستاذ همدان، كنا نتحدث على أنك أحد من أكثر الكتاب الصحفيين، من أكثر الكتاب الصحفيين الذين يركزون على تغلغل الحوثيين في أجهزة الدولة وإنشائهم لما يسمى بالكيانات الموازية. هذا الأمر أستاذ همدان
كيف سيؤثر، أو حدثنا أولا عنه بشكل أوسع، ما المدى الذي وصل إليه الحوثيون في ذلك؟ أعتقد أنه جماعة الحوثي وصلت إلى مرحلة السيطرة التامة على كافة مؤسسات الدولة سواء كانت المدنية والعسكرية، وهي الآن تحاول الحفاظ على هذا المكسب من خلال فرض أي حل سياسي. لا تهتم جماعة الحوثي إلا بهذا الأمر حاليا، وهو الإبقاء على السلاح والإبقاء على أياديهم في مؤسسات الدولة. نعم، طيب هل نستطيع القول أن هذا الابتلاع السوداني لمؤسسات الدولة والوظيفة العامة هو عبارة عن رسالة واضحة من قبل الميليشيا أنهم جاهزون حتى في حال وجد حل سياسي ممكن أو مقبول لليمنيين، أن هناك تجهيز أو خطة رقم 2 بالنسبة لهم للمستقبل؟ هو أعتقد أنه هذه العملية، عملية الإحلال وتوطين أو وضع أياديهم السلالية في كافة مؤسسات الدولة، هذا جزء من أجزاء التمكين. يعني هي مرحلة واحدة لا يمكن أن تتكرر. ما دام مسيطروا على مؤسسات الدولة فهم مسيطرون إلى النهاية، يعني فهم مسيطرون إلى النهاية، ليس هناك مرحلة أولى ومرحلة ثانية. إن لم تستطع الشرعية اليمنية من انتزاع الدولة من أيدي جماعة الحوثي وإلغاء كافة القرارات التي حدثت ما قبل 21 سبتمبر 2014، معناها أنها فشلت فشلا ذريعا، وليس هناك أصلا مرحلة أخرى. خلاص، يعني أصبحت الدولة بأيديهم. طيب هناك يعني هذا التغلغل من قبل الموظفين، وهناك أو من قبل الحوثيين بداخل أجهزة الدولة، وهناك أيضا صعوبات اقتصادية تواجه الشعب بداخل اليمن، سواء ممن هو موظف مع الدولة أو خارج ذلك. هذا السخط الشعبي إن صح التعبير، هل يجب أن يؤثر بشكل أكبر، أو هو رسالة للحكومة والجيش وكذلك التحالف لحسم أسرع للانقلاب وإسقاط هذا الانقلاب الذي أودى بالدولة إلى هذا الوضع الذي نراه الآن؟ أستاذ همدان، إذن يبدو أن الاتصال انقطع مع الأستاذ همدان العلي، الكاتب الصحفي كان معنا عبر الهاتف. دكتور، هناك الكثير من النقاط حول تغلغل الحوثيين في الجهاز الإداري للدولة، وشاهدتك يعني هناك بعض النقاط التي تريد التعقيب عليها في هذا الموضوع. نحن طبعا إذا أردنا فقط، أنا أتفق مع الصديق العزيز بما وضع، وأؤكد على أن هناك الآن كيان أصبح بنية، يعني وهذا الأخطر عندما يكون بنية خفية، يعني بنية، وهذا سيؤثر على اليمن في المستقبل إذا لم تكون للسلطة الشرعية كما طرحنا في السابق. قلنا في السابق أن نحن أمام جماعة ستلاحظ حتى في المشاورات منذ أن انطلقت تتأسس على عدم شرعية الرئيس هادي، وتلاحظ لم يتغيروا في هذا، راحوا إلى بيل، إلى جنيف، إلى الكويت، حتى الآن يتحدثون عن سلطة، يعني عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، عن الرئاسة، لا يتحدثون عن انقلاب، يتحدثون عن عدوان. بالتالي هناك استراتيجية لدى الخصوم بشكل واضح حديث أن لا شرعية للرئيس هادي، نقطع مع الانقلاب مع الانتهاكات. بالتالي أنت الآن تواجه جماعة لديها استراتيجية واضحة مدعومة من إيران، بالتالي هناك كيان موازي، انسحاب من مدن لا معنى له. بهذا الشكل السلطة الشرعية عندما يكون لديها تعدد في القوى وتعدد في القيادات وبهذه الشكل، ستصبح الكيان الموازي هو السلطة، وصناعة القرار لا تمر إلا عبر الصعدة وعبر الجراف. بالتالي أنت لم تقوم يعني اتخاذ الإجراءات والعمليات التي تقوض هذا المشروع العائدي والعودة الإمامية أو حتى المبادرة لتصحيح حياة. أنا ذكرت مجموعة من العوامل ونسيت عاملين، عامل الجرحى وأسر الشهداء، عنصر رئيسي للسلطة الشرعية، وعنصر آخر على السلطة الشرعية أن
تقوم باللقاء بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والحوار بشفافية حول المشروع وشكل الدولة، لا حديث عن نحن الآن لم نعد في توقيت يسمح بالحديث أن هناك دولة من دول التحالف وأن هناك توجهات للإمارات في عدن وأن ولا نتحدث عن الإمارات يتحسسون، هذه مرحلة عاطفية، نحن في مرحلة عقلانية وبلد على أبواب وتحديات كبيرة وتحديات ونحن على أبواب الالتهام وأمام مشروع إيراني ومشروع ولاية فقيه. اليمن ماشية ونقولها بوضوح وليس مغالاة، ذاهبة بالمشروع ولاية الفقيه والآن يسمى قائد الثورة عبد الملك الحوثي، وبالتالي المشروع واضح، سيكون هناك كما هو الحال بين حبتور بين كذا ذو أسماء شكلية، ولكن السلطة والقيم الموازي واللعب ألا منهم الذين يستأثرون بالسلطة والمواقع والمنح والأموال الجوعة وهم الشعب اليمني، ولكن الذين ينتمون إلى هذه الجماعة لا يعانون من شيء بل التهموا البلد. بالتالي عندما تواجه هذه الجماعة مع رجل أيضا يعاني من سادية ومن حقد على الشعب اليمني المخلوع صالح الذي أراد الانتقام من الشعب اليمني، رغم أن الشعب اليمني هو الذي جعله يمشي على البساط الأحمر، هو الذي منحه الكرامة ومنحه وجعل الدول تحترمه ومارس السلطة ل33 عاما في اليمن، عليه كان أن يعيد الجميل، ولكن هذا الرجل الحاقد على الشعب اليمني قال لنا بشكل واضح يا أحكمكم يا أعيدكم إلى عهد الإمام، وسلمنا للإمام بوعي، سلم السلطة إلى الإماميين بوعي وإدراك، وكان يتعامل معهم ويعين يحيى الشامي محافظا ووسيطا وهو القائد العسكري والفعلي لجماعة الحوثيين، أي أنه كان يلعب على هذه الورقة مع العربية السعودية. وبالتالي نحن أمام شخص وظف كل بإمكانياته تسليم اليمن الإماميين مع جماعة أخرى مستفيدة من تجربة حزب الله، مستفيدة من الدعم والتخطيط الإيراني، وأنت يا سلطة شرعية ما زلت تلعب بعملية عسكرية تتوقف حينا تتقدم حينا، ونحن ندرك لماذا لم تستطيع أن تجعل من عدن عاصمة للجمهورية اليمنية وتجعلها لكل اليمنيين، عليك أن تفعل البنك المركزي ويقوم بتسليم المرتبات والقيام بدوره وتثبيته بشكل دائم ليكون في العاصمة الاقتصادية اليمن. على هناك جماعات وتحدثنا عن هذا من الذين يلعبون ويعتقدون أن بتحالفهم مع الحوثيين من الحراك الجنوبي سوف يحققون فك الارتباط، فك الارتباط أو الالتحام ليس بيد الحراك الجنوبي، يعني ليس الحراك القول الحراك السلمي والحراك ذو الرؤية، نحن مع فك الارتباط إذا أرادوا بالاستفتاء إلى آخر، لكن في توقيت غير هذا التوقيت. اثنين، هذه المظاهرات ودوس العلم الوطني هذا ينبغي على المحافظ وعلى السلطة الشرعية أن تنفذ القانون، لأن هذا إهانة للعلم اليمني. عندما يكون فك الارتباط لنا حديث آخر، الآن وأنت تحت الجمهورية اليمنية وتستلم مرتبك من البنك المركزي عليك أن ترفع العلم اليمني وعليك أن تبسط سيادة القانون. اثنين، هذه العمليات إذا لم تكون ضمن رؤية استراتيجية وإذا استمر رئيس الجمهورية بهذه التعيينات البلهاء ولجماعة مملوءة بملفات الفساد ويخرجها من الأرشيف، نحن غير سائرون، نحن أمام أطماع دولية. نعم. طيب دكتور، يعني بنقطة أخيرة أو بسؤال أخير وأرجو منك الإجابة بعجالة، هناك الملف الذي ذكرته ما يتعلق بالجرحى وأسر الشهداء، وهناك أيضا تضليل الرأي العام الدولي من قبل الانقلابيين فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، كما شاهدنا ستيفن أوبراين وزيارته للحديدة والمناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، كيف يجب أن يدار هذا الملف من قبل الحكومة؟ أولا هناك توجه دولي لعدم الحديث عن حقوق الإنسان، لأن إذا تلاحظ كل مبادرات ولد الشيخ لا يتحدث عن عدالة انتقالية ولا عن ملف حقوق الإنسان، لو وضع هذا بندا بمعنى إحالة المخلوع صالح والحوثيين المحاكم الدولية والمحلية، وبالتالي هم يريدون استنبات الحوثيين المخلوع صالح في الحقل السياسي، وبالتالي طالما أدركت التوجه الدولي وولد الشيخ أنه يسعى إلى القطع مع هذا الملف وهو ملف ثقيل، فإنك ينبغي أن تولي هذا الملف أهمية قصوى، وبالتالي يعني تدوين الانتهاك بشكل علمي وصريح وشفاف وفقا للقرارات الدولية وتسويقه في العالم الخارجي وكشف الحوثيين. بالتالي هناك توجه دولي، لأن أي حديث عن حقوق الإنسان يعني أنك لا يمكن لك أن تصل إلى تسوية، ولا نقبل بوجود الحوثي والمخلوع صالح في الكويت أو في حتى نيكاراغوا. نحن أمام ملف حقوق الإنسان تم يعني عدم إدراكه في المشاورات عمدا وقصدا من قبل الدول الغربية، وستلاحظ الدول الغربية تتحدث عن حصار تعز، لماذا؟ لأن لو تحدثت عن حصار تعز يعني إحالة المخلوع صالح الحوثيين إلى محكمة العدل الدولية وفقا لمجلس الأمن، لكن هم يغضون الطرف. أنت سلطة شرعية حتى الآن لم توظف هذا الملف، لم حتى إعلاميا، حتى الآن نحن أمام عجز
للسلطة الشرعية لن تستطيع أن تدير الملف الإعلامي وأنت قادر، ولديك حوالي ما يقارب عشرات الصحفيين في الرياض وبقية المناطق العالمية، لا تستطيع أن تدير ملف حقوق الإنسان بشكل عالمي وتستفيد من 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 مكاتب إدارة العلاقات العامة في الخارج. بالتالي ملف حقوق الإنسان لا يوجد في المشاورات، وبالتالي هو ملفك لعدم الذهاب إلى الكويت وعدم الذهاب والضغط. إذا نحن أمام يعني سلطة شرعية ما زالت حتى الآن غير قادرة على العمل الاستراتيجي، غير قادرة على التعامل مع دول التحالف العربي بشكل ندي وكشاء ومشفافي، بما نحن أمام معركة التهام إذا لم نتحرك بعقلانية بعيدة عن العواطف ربما نلتهم بشكل سريع. أشكرك دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، كنت معنا في حلقة اليوم، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.